حياكم الله مجددا في هلا. أكثر شيء سرعة وتسارع يحدث في العالم كله في حياتنا اليومية اليوم التقنية. أعتقد أنه هذا أكثر مجال فيه الجديد الدائما وجديد، ما هو خطوات، جديد قفزات. اليوم مع وجود نظارات الواقع الافتراضي والمعزز، إلى وين حنا رايحين؟ هل ستؤدي فعلا كما تشير بعض التوقعات إلى انتهاء استخدام الجوال أو علاقتنا بالهاتف، وسننتقل إلى عصر ومرحلة جديدة يصبح استخدام الجوال أو الهاتف فيها من الماضي الجميل، ولا ما زال أمامنا كثير في مثل هذا الموضوع، والموضوع يعني مبالغ فيه أكثر من اللازم؟ حوار تقني مهم جدا مع واحد من الأشخاص الأثرياء جدا ثقافيا ومعرفيا ومعلوماتيا في هذا الجانب، الأستاذ عبد الله السبع اللي نورنا في استوديو. يا هلا أستاذ عبد الله، مساء الخير وشكرا لك. والله يعطيك العافية أستاذ. مرة واحدة لا خلها لا أبو عبد الله أسرع. أستاذ وتستاهل. الله يخليك. وأنا سعيد أننا اليوم نلتقي وجها لوجه. الله يسعدك. تعبنا من السكايب ومن الأماكن البعيدة. اليوم أستاذ عبد الله، النظارة هذه أمامنا وبنستعرضها أثناء الحلقة، هل فعلا ما يقال إنها جالسة تخطو بشكل قوي جدا إلى أنها تصبح بديل للهاتف صحيح، ولا الموضوع مبالغ؟ شوف، الهواتف الذكية صار لها تقريبا الآن سنتين إلى ثلاث سنوات ما في أي تغييرات جذرية موجودة فيها. التحسينات تكون تحسينات في المعالج، تحسينات في البطارية، تحسينات في شكل تصميم الجهاز. طبعا كان في بعض الشركات توجهت إلى موضوع الأجهزة القابلة للطي ويقولون إن هي المستقبل، لكن من الواضح إن الهواتف الذكية وصلت إلى سقف عالي جدا من التقنية، وما عاد في شيء جديد يقدر تضيفه في هذا القطاع. لذلك احنا كنا نقول من فترة جدا طويلة المستقبل للتقنيات القابلة لللبس، فأنت مثلا الساعات الذكية، النظارات وغيرها. طبعا اللي قدامك هذه نظارة الفيجن برو الخاصة بشركة أبل. طبعا احنا نتكلم عن انها هي لمحة فقط للمستقبل. كيف راح يكون المستقبل؟ كيف راح يكون شكله؟ راح يكون شكل المستقبل بهذه الطريقة، انك انت تلبس النظارات وتستخدمها. لكن هل المستقبل راح يكون بنفس هذا الشكل بنفس هذه الطريقة؟ لا، لكنه هذه نافذة فقط على كيف راح يكون شكل التقنية في المستقبل. طيب ليش لا الشكل المستقبل؟ طيب بيكون أبو بمشي معاك خطوة خطوة. طب الجوالات أول ما طلعت كان حجمها كذا كبير جدا، بعدها بدأت توصل أنها تكون بهذا الشكل، نحيفة جدا وبسيطة وسهلة الاستخدام. الكمبيوترات أول ما طلعت بأحجام جدا كبيرة، وكانت عندي كمبيوتر مكتبي محدود القدرات، محدود التفاصيل. بعدها بدأت تطلع أجهزة اللابتوب، بعدها تسارعت التقنية لين وصلت إلى التابلت اللي صار يقوم مقام أجهزة الكمبيوتر. فالمستقبل هو للنظارات أنها تكون بهذا الشكل. طبعا النظارات هذه اللي قدامنا بتصير كذا، بتصير كذا. طبعا وش اللي انا اقدر اقول لك اياه، فيسبوك قبل تقريبا شهر من الان تكلموا عن نظارات اوراين. نظارات اوراين كانت تقول هي المستقبل الخاص فيها، وهي اللي راح تقول ان احنا ومتجهين لهذا الاتجاه. طبعا هي حتى الان ما نزلت ولا زالت تجريبيه. الفكره من هنا النظاره باطار اسود، حجمها جدا صغير وفيها تقنيات بسيطه موجوده داخل تخليك تعيش العالم اللي حولك وانت لابس النظارة. طبعا قدرة النظارة مو فقط انك تتصل تتصفح المواقع وغيرها، انما تثري العالم اللي انت موجودة فيه. يعني بعطيك مثال، لنفترض انك انت مسافر الى اسبانيا وانت ما تتكلم اللغة الاسبانية، النظارة راح تكون هي وسيلة التواصل ما بينك وما بين الشخص اللي قدامك، لان هي اللي راح تترجم لك كلامه، وبنفس الوقت راح تكون وسيلة تواصل مع الشخص اللي قدامك. فطبعا اذا كنتوا شخصين لابسين النظارة فهي راح تكون وسيلة التواصل. طيب بس كذا لا، لأنها راح تكون مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. النظارة قادرة إنها مثلا هي تدليك تقولك روح يمين روح يسار علشان توصل المكان اللي حولها، مو شرط أنك تطلع جوالك كل شوي عشان تشوف وينك تتجه، فهي تثري العالم اللي حولك. طيب احنا لما نقول بديل للهاتف، هذا يعني انه احنا نقدر عن طريق النظارة نجري الاتصالات ونحفظ الارقام ونتواصل الان اذا انت جيت تسوي اي مكالمة، وش تحتاج الجوال فيه؟ تحتاجه بشيء واحد، ان الشريحة تكون موجودة داخله. نفترض انك شلت الشريحة وحطيت الشريحة في النظارة، خاصة انه الان ما عاد في شرائح فعلية، انما هي شرائح الكترونية.
يعني انت عارف الان اي شرائح الكترونيه تضيف الشريحه الالكترونيه عندك الى النظاره وتبدا تمارس حياتك، تحط البيانات حق الشريحه وخلاص خلصنا وتبدا تمارس حياتك، تبدا تسوي اتصالاتك، تبدا تاخذ اجراءاتك وغيرها. التحدي الكبير حاليا هل المستخدم راح يكون مرتاح في الاعتماد على النظاره بهذه الطريقه او لا؟ انا اظن ان احنا قدامنا 5 سنوات تقريبا او اقل اكثر كذا حتى نوصل الى النضج في مجال النظارات الذكيه، قد ما تكون فقط نظاره بذاتها إنما تكون نظارة وساعة بنفس الوقت. الآن أنت إذا أنت تستخدم الساعات الذكية راح تلاحظ أن الساعات نفسها بدأت توصل أن يكون فيها شريحة، بدأت توصل أنك تبدأ تستخدمها وتعتمد عليها، بدأت توصل أنك تعتمد عليها بشكل كامل في حياتك. يعني أنت قادر أنك تستغني عن الجوال لفترة 2-3 ساعات أنك تطلع تمارس الرياضة، تركض، الصوتيات موجودة فيه، المكالمات موجودة فيه، لكن مثلا ما تقدر تصفح الإنترنت، ما تقدر تسوي بعض الشغلات البسيطة. فلذلك راح يكون في تكامل ما بين الساعة وما بين النظارات الذكية. لكن النظارة الآن سواء بشكلها الحالي أو مستقبلي، كيف الواحد حيمارسها في حياته اليومية؟ خاصة وإنه كنا نتكلم قبل الهوى وكنا نقول إن هي تعرض الواقعين، تجمع الافتراض والمعزز. صحيح. تمام. يعني هل بيكون مرتاح وهو لابسها وجالس يشوف أمامه كل التقنيات وهذه من غير ما ينتبه لطريقه لحياته لمساراته؟ أكبر تحدي حاليا موضوع وزن النظارة على الوجه. أي. صراحة هي جدا مزعجة ومتعبة للعينين ومرهقة، لكن هذا طبيعي بسبب أنها تقنية لا زالت في بدايتها. احنا نتكلم أنه قدامنا 5 سنوات لتخفيض حجم النظارة وإيجاد وسيلة أن النظارة تشتغل بدون الحاجة أن يكون مدمج فيها البطارية، لأنه البطارية واحدة من الشغلات اللي مزعجة وتخلي لبس النظارة مرهقة. لكن هل المستقبل راح يكون لأبل وغيره؟ لا. الآن أنا وجهة نظري الشخصية أبل، سوني وبعض الشركات راح تتكتل وتكون تكتل واحد، وفيسبوك ومايكروسوفت وشركات التابعة لها راح تكون تكتل ثاني تنافس فيها، وكمان عندك جوجل وسامسونج وغيرها راح تكون تكتلات. في لحظة تنافس في إنها تصدر نظارات منافسة ولا أجهزة ثانية ربما ما تكون لا نظارة؟ لا هي نظارات. احنا نتكلم ان هذه الشركات راح تتنافس في مجال النظارات، وانا هذه توقع الشخصي ان في تكتل راح يصير. طبعا اللي موجود حاليا هو اعلى مبيعا واكثر تطبيقات موجوده فيسبوك. ترى فيسبوك قاعد تاكل السوق في مجال النظارات الذكيه، وجودها جدا جميل ومنافس بسبب شيء واحد، ان التقنيات اللي قاعد تقدمها تقنيات مناسبه للسوق بسعر جدا منافس. تتفوق على ابل؟ لا، ابل تتفوق بالتقنيات، لكن فيسبوك تتفوق بالسعر وكمية التطبيقات اللي موجودة عندهم اللي مناسبة للنظارات. طيب هم ليش فكروا في أنه الجهاز الجديد حيكون نظارة؟ ليه ما هو سوارة؟ ليه ما هو جهاز جديد يحمل في اليد؟ ليه نظارة؟ شوف، هي كلها شركات قاعد تحاول توجد البديل المنافس للجوالات، وكلهم قاعد يستثمرون أبحاث جدا كثيرة في هذا المجال. النظارات لأنها شيء سهل أنك تلبسه وشيء سهل أنك تعرض المعلومات موجودة فيه من دون لا تستخدم شيء في يدك، لأن العدسات هي راح تكون موجودة قدامك، فأنت قادر أنك تشوف المحتوى قدامك وقادر أنك تفسخ النظارة وترتاح منها. ف لو تلاحظ أن الشركات قاعد تتجه لهذا الشيء، لأنه الإنسان بطبعه يحتاج شيء يشوفه وشيء يتكلم ويسمعه وشيء يسمعه، فالنظارات هي أقرب شيء، لأن هنا النظر وهنا الاستماع، وأنت قادر أنك تعطي أوامر بالصوت للنظارة. طيب سؤال، الآن النظارات المستخدمة الآن أو في المستقبل القريب كيف بتوازن بين الرؤية في حال عدم استخدام النظارة؟ لازم تشيلها ولا بتكون في تقنية لا أنه أنت تقفل النظارة وتقدر تشوف وأنت لابس النظارة؟ شوف أبل، أنا إذا لبستها حقت أبل أو حقت فيسبوك تقدر تقول لها مثلا أن حطي لي مباراة هنا، إيه؟ وحطي لي هنا خريطة وحطي لي هناك مدري إيش، لكن إذا أنا قاعد أطالع قدام قاعد أطالع أهل بيتي. إيه؟ تعطيك صفاء في النظرة عادي. عادي ما في أي شيء. الشاشة السوداء هذه تختفي تماما. ما في شاشة سوداء، لأنه إيه؟ أنت عايش في عوالم افتراضية، واقع معزز، أن شيء موجود هنا على اليسار شيء موجود هنا على اليمين. الجميل اللي نفترض أنك قاعد طالع مباراة وأنت لعف والشاشة جدا كبيرة للمباراة، نفترض أن ولدك خطم قدام المباراة، فهو خلاص راح يطلع قدامك ولدك يسولف معك بعدين يطلع وتكمل المباراة، وهذه صارت.
كله عن طريق الواقع الافتراضي طبعا. الواقع المعزز. المعزز عفوا. طبعا الشيء الرهيب لنفترض اني انا حاط مثلا المباراة تكون موجودة في المجلس والصالة تكون مكان للالعاب ودور ثاني مكان لمثلا الدراسة وما الدراسة وغيرها. مجرد اني انا انتقل من الدور الثاني للدور الاول تلقى عوالمك موجودة وشغلاتك موجودة في العالم. لانك انت مبرمجها اصلا. اي انت مبرمجها من الاساس وانا سبق وصورتها والناس قادرة ترجع للمحتوى اللي موجود في الحسابات حتى يشوفها. لا لا قلني لتجاربك شوي، ايش اللي جربته واعطاك كذا جوده كامله؟ شوف انك تعيش جو المباريات شيء عظيم. طبعا تعتمد بشكل كامل هل الجو العام للمباراه جيد؟ هل يعتمد على تقنيات جيده؟ يمكن واحده من احدث التقنيات اللي موجوده عندنا في السعوديه ملعب الكينغدوم ارينا اللي حق نادي الهلال. بغض النظر احنا مو متحيزين لشيء او لا، لكن تقنيات التصوير اللي موجوده فيه تعطيك تجربه فاخره جدا في النظارات الذكيه. كيف؟ لأنهم يعتمدون على كاميرات مختلفة، يعتمدون على توزيع، إذا الإخراج كان جيد تعيش تجربة جدا جميلة. أي نعم أنه المباراة نفسها مو مدعومة، لكن في المستقبل تبدأ الشركات نفسها تدعم نظارات الذكية. بس إيش الجديد اللي يضيف استخدام النظارة وأنت تتابع الشاشة؟ تحس انك مع اقرب اكثر جوده الصوت. لا الصوت نفسه تقريبا ما طيب. لكنه التجربه الاضافيه انه انت قاعد تتحكم بحجم الشاشه حرفيا، وانت قادر مثلا في المحتوى المرئي كافلام مسلسلات وغيرها انت قادر انك تعيش داخل حرفيا داخل المسلسل بسبب وجود العوالم المختلفه، فانت قادر تعزل نفسك حرفيا تكون مركز فيها. قد تكون متعبه للنظر، قد تكون متعبه وفيها صداع للمستخدم وما تقدر تعيش مثلا شوطين مباراه كامله. يعني ممكن تتحمل نص ساعه 45 دقيقه، ابعد من كذا انت ما تقدر تتحمل. انت جربتها في مباراه كره قدم؟ اي قدرت اتحمل الى 25 الى 30 دقيقه. ما قدرت اتحمل اكثر. اكيد ارسنال طبعا. ولا انت ما تعلن ارسناليات؟ طيب هذه بيننا، انا اسف قلناها على الهواء. لا هذه ارسنال يعني ما رحت مكان ثاني. لا ما كان ثاني، صعب نروح لها. طيب فيما يخص الان الكلام اللي قلته قبل شوي انها متعبه للنظر، انها تسبب صداع احيانا، انك ما تقدر لفترات طويله، هذه كيف ممكن تعالج هذه التحديات؟ هذه مع تطور التقنيات، انه تقنيات تبدا تتطور. وانا اقول لك شوف اي تقنيه موجوده في حياتنا مع الوقت قاعد تتطور. لكن بعطيك واحده من الفوائد الرهيبه للنظارات الذكيه. فضل. الان انت اذا كان عندك اجتماع لنفترض في اي دوله ثانيه وهذه موجوده في نظارات مايكروسوفت، انه كيف تدمج الشيء العوالم مع بعض. الشركات قادرة أنها تدمج الموظفين داخل النظارات الذكية وتدخل داخل البيئة الافتراضية الخاصة للشركة، وتبدأ يكون عندكم اجتماع موجود. الشركات الهندسية قادرة تصمم المبنى بشكل كامل، وقادرة أنك تأخذ جولة داخل المبنى، والمبنى مو منشأ، إنما أنت تكون تعيش داخل العالم الافتراضي، فأنت تشوف الإنشاءات وغيرها. الأطباء نفسهم قادروا يستفيدون منها. الكلام يقول إنه خلال 3 سنوات أربع سنوات الطبيب قادر يلبس النظارة الافتراضية ويتحكم إنه يسوي عملية من أي مكان في العالم، مو شرط إنه يكون موجود. وهذه صارت وموجودة وتقنيات موجودة. طبعا لازم تعرف إنه لازم يكون في تطور للرجال الآليين ووجودها، والسعودية ترى من الدول المتطورة جدا في مجال الرجال الآليين في العمليات. أنا أنصحكم إنكم تقرون عن مستشفى التخصصي وإنجازاتهم في هذا المجال. الطبيب راح يكون قادر إنه يلبس النظارة ويدخل غرفة العمليات ويبدأ يمارس العملية بمساعدة الرجل الآلي. فإذا كان في احتياج إلى طبيب بتخصص دقيق جدا، ما يحتاج أن الطبيب يركب طيارة ويسافر عشان يوصل عشان يدخل عشان يبدأ يسوي العملية، إنما قادر أن يعتمد على النظارات الافتراضية، وقادر يعتمد بمساعدة الرجال الآليين أنه يسوي مثل هذه العمليات. جميل. إحنا عملنا حلقة فعلا مع على عملية القلب اللي صارت التاريخية. صحيح. وكان تفاصيلها مجهشة جدا على مستوى العالم. طيب الآن اللي أفهمه من كلامك انه هذه النظارة تجمع العالمين الافتراضي والمعزز. صحيح. تقدر تستخدم الاثنين. صحيح. اما بشكل الافتراضي العادي او المعزز وتضيف اليه. صحيح صحيح. طيب السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة اكرره الان، هل تتوقع انه بنوصل لمرحلة نستغني فيها عن الهواتف وتصير النظارة هي البديل، نعم او لا؟ نعم، والدليل على ذلك شوف الجيل الجديد كيف اعتمادهم على النظارات الذكية في حياتهم. اي نعم ممكن انا وانت ما نلحق على هذا الشيء بحكم العمر، لكنه المستقبل. انت تقول 5 سنوات؟ اي 5 سنوات. قريب 5 يعني. 5 سنوات. لكنه شوف التقنيات اللي يعتمد عليها ابوك
لازالت يعني في نطاق معين انه ما يبغى يطلع لانه مرتاح. انت تقصد تفاعلنا احنا مع التقنيه. تفاعلنا احنا وتقبلنا لمثل هذه التقنيات قد ما يلحقنا الزمن، يمكن انا يلحقني بس انت ما يلحقك. لا عاد. طيب الان سؤال، الان 5 سنوات هذه ما تحس انها فتره قريبه جدا؟ شوف انا كنت اتوقع ان ابعد من 5 سنوات لما شفت مؤتمر فيسبوك واعلانهم عن نظاره اوراين. انا متفائل انه خلال 5 سنوات راح تكون موجوده لكن بسعر جدا عالي وعدد الناس اللي يستخدمونها جدا بسيط. بعدها تبدا تنتقل انه التقنيات هذه تبدا تكون موجوده في حياتنا ويتبناها عدد اكبر من الناس، زي ما بدات الجوالات الذكيه، عدد الناس اللي تبنوها اول سنه عددهم جدا بسيط، بعدها بدات تكبر الدائره، بعدها بدات توسع الدائره الى وصلنا اليوم من الجوالات الذكيه صارت موجوده في جميع جوانب الحياه. نعم عبد الله اسمح لي اطلع شوي وارجع مع انه في اطار قريب من الموضوع. يا اخي انت ما شاء الله تسافر تروح تحضر مؤتمرات كل ما يتعلق بالتقنيه انت حاضر فيه. لما تروح تحضر بالذات العالميه وفي الدول المتقدمة في هذا المجال، إيش يقول مستقبلنا القريب؟ إيش يقول؟ وين رايحين؟ رايحين للأجهزة الملبوسة أكثر من الأجهزة المحمولة. وترى لازم تعرف شيء، أنت قلت الدول العالمية وغيرها، ترى يعني السعودية تعتبر من الدول المتطورة جدا في مثل هذه التقنيات، وأنا أشوف أن احنا قد نكون منافسين في هذا المجال ونصدر التقنيات في هذا المجال. إلا ما نكون أوائل صراحة اللي جالسين يشوفوا، يمكن يعني أنت حضرت تفاصيل قمة الذكاء الاصطناعي وشفت اللي صار فيها. ولازم تعرف أنه في عدد كبير من رجال الأعمال اللي موجودين عندنا أو الأشخاص المتبنين لهذه التقنيات أو الانتربنور عندنا في السعودية قاعد يتبنون مثل هذه التقنيات، وأنا أشوف أنه اندفاعهم لمثل هذه التقنيات وتبدأ تبنيها وصناعتها عندنا في السعودية قد يساهم أن نكون ضمن الثورة القادمة، وكيف نحن نكون مصنعين لمثل هذه التقنية وليس فقط مستخدمين لها. احنا لازلنا في بداية الذكاء الاصطناعي، احنا لازلنا في بداية النظارات الذكية، ما هو صعب عليك انك تبدأ تتعامل وتنتج وغيرها. زي يعني ممكن بعض الناس تقول لك طيب صعب انك انت تتبنى التقنيات وغيرها. كوريا ما تصنع النظام، هي تأخذ النظام من جوجل لكن تصنع الأجهزة وقادرة على إنتاج أجهزة بشكل كبير. نتكلم عن سامسونج، نتكلم عن LG، نتكلم عن شركات ثانية. الصين كانت تعتمد بشكل كامل على الأنظمة الأمريكية وبدأت الآن تعتمد عليها. أي نعم إحنا قادرين على صناعة مثل هذه الأنظمة، على تبني أنظمة خارجية وصناعة أجهزة موجودة عندنا، ما في شيء مستحيل. أي نعم هم متطورين في مجال الصناعة الدقيقة، صناعة المعالجات وغيرها، لكن السعودية عندها طموح عالي في صناعة أشباه الموصلات، في صناعة تبني مثل التقنيات عندنا في السعودية، خاصة أنه بعض المواد الأولية موجودة عندنا وتنتج عندنا في السعودية، فما هو صعب. وأنا أعتقد أنه في مشاركاتك الخارجية لما تعرف أنك من السعودية تسأل كثير عن كل التطور اللي جالس يصير عندنا، عن التطور اللي قاعد يصير، عن النهضة اللي قاعد تصير، عن التوجه اللي احنا قاعد يصير عندنا. لكن أنا أقول لك هذا كلام تفاؤل، وفي مشاريع على أرض الواقع موجودة تعزز الكلام اللي أنا أقوله. أنا ما أنجم أو أتكلم بشكل أو أتزلف، إنما هذه حقيقة، هذا واقع. جميل. طيب اليوم احنا قلنا مثلا على بعد 5 سنوات ممكن تتحول الى نظارات بحجم اقل وتستخدم. صحيح. طيب من هنا الى 5 سنوات ايش المتوقع لاعداد المستخدمين؟ شوف عدد الناس اللي راح يتبنون هذه التقنيات في بدايه صدورها جدا بسيط، خاصه بسبب الكلفه العاليه للنظاره نفسها، راح تكون جدا مكلفه، جدا صعب انك تحصل عليها، جدا صعب انك تبدا تتبنى عليها. لكن انا اقول لك انا الان واحد من المقتنين هذه النظارات وعارف اني انا في فتره اختبار، عارف انهم قاعد يجربون علي، انا من ضمن الناس اللي قاعد يجربون هذه النظارات، والفيدباك حقك او المعطيات اللي انت تعطيها الشركات وتقول لهم عدلوا كذا حسنوا كذا، هذا يساعد ان تبدا التقنيات هذه تكون موجوده. بعد 5 سنوات راح نبدا نشوف النموذج الاولي لها، بعد 5 سنوات تبدا الناس تبدا تستخدمها، بعد 5 سنوات تبدا الناس تعطي المعطيات حقها، لما توصل الى النضج بعد كم سنه الله اعلم. زي الهواتف الذكيه، الهواتف الذكية أول ما بدت كانت فيها عيوب، كانت فيها مشاكل تخلي الناس ما تعتمد عليها. بعد 10 سنوات من إصدار أول جهاز آيفون بدأ يصير أنك تبدأ تستغني بشكل فعلي عن الكمبيوتر وتبدأ تسوي شغلات واجد، وخذوا فترة تطويرية 10 سنوات. طيب لحظة أنت الحين يوم قلت للكمبيوتر والله أخذتني لسؤال مهم، إذا كان سيتم الاستغناء عن الهواتف إيش مصير الآيباد واللابتوب وغيرها من الأجهزة؟ ستكون من الماضي. بعطيك شيء. لحظة بسيط. بهذا التعبير اللابتوب بيصير من الماضي تماما. بعطيك شيء. كم عدد الطلاب اللي موجودين في المدارس اللي يعتمدون على أجهزة الكمبيوتر؟ عددهم ترى محدود جدا، أغلب الطلاب حاليا اعتمادهم على أجهزة التابلت وعلى أجهزة الأيباد.
المتخرجين من الجامعات من الجيل هذا إذا جاء يستخدم الفارة يستخدم الكيبورد ترى ما يعرف، لأنه تعود على أجهزة اللي يمسكها بيدينه ويبدأ يستخدمها، فهو خلاص يبدأ يتعايش معها. بعطيك مثال جدا بسيط، المصممين في السابق كان لازم يعتمد على الكمبيوتر عشان ينتج لك تصميم أو عشان ينتج لك مقطع فيديو. الشباب الآن اللي موجودين ينتجون مقاطع الفيديو بجوالاتهم. الشباب والبنات المبدعين في مجال التصميم يعتمدون على أجهزة الأيباد في الرسم والتحسين وصناعة المحتوى وغيره. فهم الآن الجيل الجديد راح يبدأ يعتمد على أجهزة التابلت، والجيل اللي بعدهم بيبدأ يعتمد على أجهزة على النظارات الذكية. فهي مراحل تبدأ تكون، أي نعم الكمبيوترات راح تكون موجودة راح تكون متواجدة في حياتنا، لكن بطريقة مختلفة عن الشيء اللي احنا متعودين عليه. وبعطيك مثال يؤكد كلامي، المعالجات اللي موجودة الآن في أجهزة الماك اللي هي M1 M2 M3 M4 موجودة في أجهزة الكمبيوتر وموجودة في أجهزة الأيباد. فالفروقات في مجال المعالجات صارت جدا بسيطة. أي نعم الكمبيوتر فيه نظام مختلف في طريقة مختلفة، لكن تطور أجهزة التابلت المحمولة تمام راح يخلي سهولة نقل النظام إلى النظارة نفسها، وتعود الناس إنه يبدأ يستخدم جهازين بنفس الوقت. وقد تكون يعني واحدة من التقنيات اللي أنا شفتها، وأنا طولت عليكم، شفت الساعة وفي فيديو أنا شفته، وهذه شركة سامسونج مسويتها، إنه تكون هي الجوال، فالجوال يمسك على يدك تمام، فتستخدمه كساعة، تفسخ الساعة تسويها كذا تحولت إلى تابلت أو تحولت إلى جوال. فقد ما تكون، فقد ما تكون المستقبل قريب جدا بالنظارات، إنما قد تكون بالأجهزة القابلة للطي الملبوسة على اليد. بصراحة رأي مقنع جدا، ويعني أنا ما أملك إلا أن أتفق معه، لأن أدلتك هذه فعلا إحنا جالسين نعيشها اليوم صحيح. في الواقع ونشوفها. طيب هل يمكن في المستقبل القريب أو البعيد استخدام النظارات الذكية في التعليم؟ شوف، النظارات الذكية في التعليم صارت موجودة وصارت تستخدم بشكل بسيط جدا على نطاق ضيق، لأنها لازالت مرهقة للعين، مرهقة لشغلات كثيرة. لكن سهولة نقل تقنيات التعليم من الأيباد أو الجوال إلى النظارة سهلة جدا، لأن تقريبا ما في صعوبات راح تكون على المطورين هم يتبنون مثل هذه التقنيات. الجميل أكثر في هذا الموضوع أنه النظارة نفسها راح تبدأ تعيشك جوانب أخرى. أعطيك مثال بسيط جدا في هذا الموضوع. في السابق الدكتور إذا بغى يسوي عملية شلون يسويها؟ يأخذ التقارير الطبية يشوفها وبعدين يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويفتح المريض. يمكن يواجه مشاكل، يمكن يواجه شغلات، فهذه تصعب عليه موضوع العملية وتطول العملية بشكل كبير. الآن الأطباء صار قبل لا يسوي العملية يقدر يلبس النظارة الذكية ويسوي زوم، يسوي شغلات كثيرة، لأنه هو يسوي على قولتهم صورة لجسم الإنسان كامل، فهو يفحص الجسم قبل لا يسويه. يقدر يشوف الجسم من الداخل؟ لا ما يقدر يشوف الجسم، لكن أنت إذا سويت الأشعة تحول لها إلى طريقة معينة أنها تكون موجودة في النظارة، وهذه موجودة حاليا على أرض الواقع وموجودة في نظارات أفضل وموجودة التطبيق الطبي الخاص فيها. طبعا في تقنيات ثانية اللي هي 3D printing أو طباعة ثلاثية الأبعاد، أنه يطبع القلب أو يطبع اليد اللي بيسوي عليها العملية، يعني مجرد أنه ما يسوي الإسكان عليها وغيره يطبعها بنفس الشرايين بنفس كل شيء ويسوي العملية على نموذج الطباعة الثلاثية الأبعاد علشان لو واجه مشاكل يتلافاها. إنه من الأشعة يقدر يدخل إلى الداخل يشوف التفاصيل. لها تقنيات خاصة، هذه مستخدمة الآن ولا يتوقع مستخدمة استخدامها؟ وموجودة عندنا في السعودية وبعض الأطباء صاروا يعتمدون عليها، وإلى درجة إنه بعض طابعات ثلاثية الأبعاد صاروا يطبعون الأعضاء ويزرعونها في جسم الإنسان، وموجود عندنا في السعودية. أنا ما أتكلم عن شيء موجود برا السعودية، أنا أتكلم عن شيء موجود داخل السعودية. فهذه التقنيات ووجودها في حياتنا يشجع تبني النظارات الذكية، يشجع تبني شغلات كثيرة، لأنه الفوائد منها على المستقبل القريب والبعيد أبعد بكثير مما إحنا نتصور. هي ليست اتصال، هي ليست مكالمة، هي ليست اجتماع زوم، إنما شيء أبعد بكثير في حياتنا، توصل إلى مواصيل مختلفة في الحياة. طيب اليوم إذا حطينا أمامنا النظارات الذكية، الروبوتات واستخدامها اليوم وطريقة استخدامها، نتوقع أنه في شيء منها يتفوق على الآخر يلغي الآخر، ولا هذه عالمين منفصلين تماما وكل واحد بيعمل باستقلالية؟ كلهم قالوا أنه الجوال شيء مفصول عن أجهزة الكمبيوتر وشيء مفصول عن أجهزة التابلت أول ما طلع صح؟ لكن الآن تبدأ تلاحظ أنهم بدوا يتزاحمون يوصلون إلى نقطة معينة. حلو؟ صحيح. بدوا يتزاحمون على الحصة السوقية.
فالشغلات اللي تسويها في الكمبيوتر قادر انك تسويها بالجوال ما عدا بعض المهام مثل البرمجه وغيرها. يعني ما ودي اتوسع في هذا المجال، لكن الشغلات الاساسيه انت قادر تسويها في الجوال ما يحتاج كمبيوتر، صح؟ صحيح. صح. هل الرجال الآليين النظارات الذكية والأجهزة الملبوسة وغيرها راح تنافس ما بينها؟ أي نعم راح تنافس ما بينها، لكن إلى وين متجه المستقبل؟ هذه بلا حلقة ثانية بعيدة وراح يكون فيها نقاش كثير أكثر مني أنا أقدر أختزله في خمس دقائق، لكن قد يتعاونون فيما بينهم لخدمة الإنسان. والله ليش لا، خلنا نتفق من الحين كذا على الهواء إنه يكون عندنا حلقة قراءة لمستقبل التقنية. طبعا صح. قراءة للمستقبل وفقا للمؤشرات الموجودة، مو المستقبل اللي نفترضه خياليا يعني. يعني شوف، هو مؤشرات موجودة عندك، في تسارع تقني قاعد يصير، في شغلات كثيرة قاعد تصير في حياتنا. أي نعم قد يخفت نجم شيء على شيء، لكن كلهم فيما في المستقبل راح يتكملون فيما بينهم. طيب أنا قبل شوي لما سألتك وقلت لي إنه حنستغني عن الأجهزة وعن الجوالات قلت نعم. صح. تمام. هذه النعم تعني استغناء تام ولا بتبقى الخيارين موجودة، تبغى نظارة ولا تبغى جوال؟ تبقى الخيارين موجودة، لأنه الشركات راح تستمر في صناعة الهواتف الذكية، لكن قد تصنعها بطرق مختلفة. إنك تكون بدل الجوال اللي يكون في جيبك تحطه كذا يتصفط على يدك ويكون هو الساعة هو الجوال هو كل شيء، وتبدأ تفكه ويصير تابلت، وتبدأ تسكره يصير هو الجوال. هذه يعني هي كلها تقنيات ماشية للمستقبل. فقد نوصل إلى مرحلة مختلفة جدا في استخدام الهواتف الذكية ولن تكون كما تعودنا عليها. ومثال، أقرب مثال لهذا الموضوع قبل عام 2010 2009 2008 كانت كيبورد. أنا وين الكيبورد؟ ما موجود. كانت جوالات لازم تعتمد على أزرار وغيرها، انتهت، أو تعتمد على قلم في استخدام الجوال، انتهت. نعم. طيب من التحديات الموجودة في الأجهزة، في النظارة، في الجوال وفي غيرها، تحدي البطارية. صح. هذا التحدي دائما الناس يطرحونه. مستقبل التقنية إيش يقول في هذا التحدي؟ شوف، البطاريات راح تبدأ، يعني إحنا لازلنا نعتمد على تقنيات الليثيوم، ولازلنا نعتمد على التقنيات هذه اللي موجودة عندنا في الحياة، لكن راح تبدأ تطلع شغلات مختلفة تغني عن بطاريات الليثيوم وتبدأ تسوي شغلات مختلفة. وقد تكون الشحن اللاسلكي أو الطاقة اللاسلكية هي أحد الخيارات اللي موجودة. مثال جدا بسيط أشرح لك الطاقة اللاسلكية. أنت الآن إذا بغيت تشحن جوالك تشبك السلك أو تحط جوالك على شاحن لاسلكي، لكن تخيل أنك تدخل الاستديو وعندك جهاز معلق بالسقف يشحن كل الأجهزة اللي موجودة من دون لا يكون في سلك بينك وبين الجهاز، زي تقنية الواي فاي. الآن إذا بغيت تتصل في الإنترنت ما تحتاج أنك تشبك سلك في الجوال عشان تتصل في الإنترنت زي قبل 15 سنة، انما الان تعتمد على تقنيه الواي فاي. يعني هذه بداوا فيها ولا هذه موتوريلا متشجعه فيها؟ في شركات كثيره قاعد تبدا تتبنى مثل هذه الشغلات، لكن الان ما وصلوا الى مرحله جيده منها، وهذه احد الشغلات. قد تكون في تقنيات مختلفه بديل الليثيوم تبدا تعتمد عنها. قد تكون انك تحط بطاريه في جيبك زي ما شرحت جوجل او فيسبوك، انه يكون في بطاريه في الجيب والبطاريه ترسل الاشاره الكهربائيه للنظاره. في ابحاث، في شغلات كثيره، بس اغلب اللي تقوله استاذ عبد الله له علاقه بالشحن. ماذا عن البطاريه وعمرها ومده؟ يعني هل ممكن نوصل لمرحله انه انت ما يحتاج انك تشحن اكثر من مره في اليوم ولا حتى في الاسبوع؟ كلها ابحاث موجوده، كلها في دراسات موجوده عن هذا المجال، لا زالت ما في شيء بالافق موجود، لكنه المستقبل يعني مشرق في هذا المجال. لكنه هل في شيء موجود الآن على أرض الواقع؟ لا. لكن بعطيك مثال بسيط جدا يعلمك أنه في تجارب جيدة الآن. الأجهزة القابلة للطي، تمام، خاصة مثلا، أنا عادي أذكر اسم شركات عادي ما في مشكلة، هونر مثلا عنده جهاز جدا نحيف، تمام، لأنهم استغنوا عن تقنية الليثيوم واعتمدوا على تقنية جديدة بديل الليثيوم، قادرة أن تخزن الطاقة وقادرة أنك أنت تبدأ تستخدمها وأنت مصفط الجهاز وغيرها. فهذه من التقنيات المشجعة للمستقبل، لكنه لا زالت في طور الأبحاث ولا وصلت إلى مرحلة اعتمادية أن الشركات تعتمد عليها. جميل. طيب هذا التسارع اللي جالسين نعيشه في التقنية، إيش مرده، إيش دافعه؟ التنافسية بين الشركات؟ التنافسية ما بين الشركات شجع أنه الشركات تبدأ تنتج من هذه الشغلات. وجود مستخدمين حول العالم متحمسين لمثل هذه التقنيات، متعطشين لمثل هذه التقنيات، يخليهم يبدون يستمرون في موضوع الأبحاث. أو وأيضا كل الشركات تبغى تكون هي
مستقبل التقنية، هي اللي تكون مثلا فيسبوك المستقبل أو جوجل المستقبل أو أبل المستقبل أو غيرها من الشركات. يعني أقرب مثال لهذا الموضوع، من كان يتحكم في التقنية قبل 15 سنة؟ بلاك بيري ونوكيا، اختفوا من الوجود ولا عاد لهم وجود في حياتنا بشكل فعلي. والآن اللي موجود جوجل، سامسونج، أبل، هونر، أوبو، مثل هذه الشركات. فهم الآن يبون يقولون منو البديل بدل هذه الشركات، ويبتدون البدلاء لهم. الاستثمار في التقنية سيكون أو أصبح واحد من أوجه أو زوايا الثراء في العالم؟ هو موجود من زمان، لكن من أعلى المخاطرة في الوجود. المخاطرة أي كمخاطرة إيه؟ معروف المعدل العالمي يقول إيه؟ إذا أنت استثمرت في 10 شركات 7 منها تخسر 3 تنجح في التقنية. في التقنية ليش؟ لأنه التقنيات متسارعة. بعطيك مثال مرة بسيط. تفضل. مرة بسيط، إنتل الآن واحدة من أكثر الشركات اللي تعاني من خسائر جدا كبيرة في السوق. إيه؟ حلو، مع أنها وين إنتل كانت قبل كم سنة من أعظم الشركات. نفيديا هي قاعد تاكل السوق عليها وقاعد تنتج بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي، والموضوع يطول في هذا الموضوع. المخاطرة جدا عالية في مجال التقنية، الأبحاث في هذا الموضوع مستمرة، الاستثمار في مجال التقنية مخاطرته جدا عالية، ومن شخص يعمل في هذا المجال ويستثمر في هذا المجال لا تستثمر بأكثر من 10% أو 15% من إجمالي ثروتك في مجال التقنية أبدا. والله لخبطنا، لأنه إحنا كان الحوار كله يقول إنه التقنية هي إمبراطور العصر. لما جينا للاستثمار فيها صار المخاطر عالية ويخوف، ولا تستثمر إلا 10% بس. 10 إلى 15%، لكن استثمر في قطاعات ثانية. لكنه اللي نفترض إنه شخص عنده مبلغ مثلا 10 مليون، 15 مليون، 20 مليون، هل حطه كله في التقنية؟ لا، وزع محفظة استثماراتك. طيب. العاقل هو من يوزع محفظة استثماراته، تخسر في مكان تربح في مكان. جميل، والله لو امتد الحوار معك إلى ساعات ما راح نمل. ثرائك، معلوماتك، ثقافتك في هذا الجانب كلها تثرين وتضيف لنا. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا شكرا للأستاذ عبد الله السبع. مثل ما قلت في المقدمة أقول في الختام، كل حضور من الأستاذ عبد الله يثرينا كثيرا، معلومات تقنية مهمة جميلة، حوار أعتقد أن نحتاجه وبنرجع له مرة ومرتين وثلاث. بنروح إلى فاصل وبعد مكملين.